خايف من بكرة؟ أنا أخاف من بكرة؟ ده نضحك على بكرة. ليه؟ أصلي صاحب بكرة طلع أبويا. صاحب بكرة، صاحب الدنيا اللي جاية، ده يطلع أبويا. أنا ضامن ليك حياة وأفضل. أتيت لكي ما يكون لهم حياة ولكي ما يكون لهم إيه؟ أفضل. إياك تقول بعد كده أنت رايح على مجهول. أنا أبويا، رعية، أنا غالي على قلبه. أنا مش ههتم بحاجة، مش هخاف، هذاكر، هشتغل، هدور، هسلم كل الأمور، هتلذذ بيه، هسأله واطلب منه وهشكره واتمتع بيه. ليك المجد يا رب يسوع. أنا عارف إحنا من غيرك كنا عملنا إيه، وفي النص كده إيه يروح مغششك. لك على فكرة عايز أقولك شوية أسرار، إيه حاجات هتحصل في الدنيا كلها، وحاجات هتحصل ليك وللي حواليك. يقول لك ايه؟ الله يقول أكفي ما انا فاعله عن ابراهيم، ده ابنه لا هقول له. يقول كده الكتاب يعلن سره لخائفين. السر يبقى انت حامل الاسرار. يجي يسالوك وفي ايه بعدين، كل اطمن اطمن، لا خير، يسلم حضرتك، انت مسك الكنترول، انت مش بتجيب النتيجه من كنترول، لا انت جوه الكنترول، انت عارف كل النتيجه، انت مطمن. عارف مين عمل كده؟ بولس الرسول كان في السفينه والدنيا امن وخلاص، بقى لهم 14 يوم ما بياكلوش ورموا الاساس وكل حاجه. راح بولس واقف لهم يا جماعه، وقف بي ملاك امبارح بالليل، ما فيش حد فيكم هيموت، انت تعرف المستقبل، ما فيش إلا السفينة تتكسر، مش مهم ولا واحد فيكم هيموت. أنت تعرف المجهول؟ أنا أعرف كل حاجة، عشان هو قال لي، عشان أبويا عارف اللي جاي، وأبويا ما بيخبيش حاجة عليا. إيه ده؟ بولس تطلع أنت مين؟ ولا حاجة، أنا فقير بس أغني الناس كلها. كأن لا شيء لنا ونحن نملك إيه؟ كل شيء. يعرف قيمتك. إياك تخاف من بكرة. بكرة مضمون فيه. بكرة مش يقول لك أنا بس أسافر برا، برا أمان. أمان إيه وضمان إيه؟ الضمان في المسيح. الضمان مش في بلد. الضمان مش في حتة هنا. الضمان مش كده. لا 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 لا. أنت تحت قيادته، يوديك هنا، يوديك هنا. فقط افرح بالمسيح. ما تخافش من بكرة. بكرة مضمون، مضمون في المسيح أبوك.